بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. من كلام لمولانا الامام الحسن العسكري سلام الله عليه انه قال للمؤمن علامات خمسه. اولا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والتختم باليمين وتعفير الجبين وصلاة واحد وخمسين وزيارة الأربعين نعزي مولانا الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف كلام مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه للمؤمن علامات خمسه طبعا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الشيعي يجهر بالبسمله اما غيره يخفت يخفت البسمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم بعد التختم باليمين طبعا المؤمن يتختم باليمين غيره لعله يتختم ب اليسار طبعا ابو حنيفه يقول خالفت جعفر طبعا هو تلميذ الامام الصادق سلام الله عليه خالفت جعفر بن محمد الصادق في كل شيء ولكن في السجود لم اعلم لا اعلم انه يغمض عينيه او يفتحهما ففتحت واحده واغمضت الاخرى يعني حتى يخالفه وهذا طبعا لسه الان جاريه انه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني كانما ما موجود زين والتختم باليمين يتختم باليسار وصلاة 51 هي صلاة المستحبة صلاة المستحبة 34 وزيارة الأربعين زيارة الأربعين زيارة مهمة وكذلك باقي الزيارات للإمام الحسين كزيارة عاشوراء فهنا تذكر علامات المؤمن من ضمنها زيارة الأربعين فيها خصوصية ويسأل الإمام علي الهادي سلام الله عليه قالوا يا ابن رسول الله قطعت أيدي كذا عشرة أو أزيد مثلا قال وإن زوروا جدي الحسين يأتون مرة ثانية يا ابن رسول الله قطعت مئة يد قال وإن زوروا جدي الحسين سلام الله عليه فيأكدون على زيارة الإمام الحسين عليه السلام إجا رجل الإمام الصادق سلام الله عليه قال لزور جدي الحسين وبعدين زورني فيأكدون على زيارة أهل البيت عليهم السلام بعد بالنسبة إلى جاء رجل للإمام الصادق سلام الله عليه فسأله الإمام قال مما الرجل قال سيدي ومولاي من سواد الكوفة احنا من سواد الكوفة فقال له اتهم الزور جدي الحسين قال بلى قال عن الزورة يومية قال لا الزورة كل شهر قال لا الزورة كل سنة قال لا الزورة كل عشر سنوات قال ربما فقال الإمام سلام الله عليه الإمام صادق ما أجفاكم بالحسين حسين هذا النبع الصافي الإنسان رواية تقول إذا دخل إنسان جبان يخرج شجاع وإذا دخل بخيل يخرج يعني عكس البخيل زين يعني يخرج أنه إنسان غني وهكذا بعد وجاء في المرويات عن أهل البيت عليهم السلام أن امرأة كانت تجمع الأموال حاول كامل وتاتي الى زياره الامام الحسين عليه السلام. قرات في المرويات زياره الامام الحسين عليه السلام يعني لا تحسب من العمر ذهابا وايابا ذهابا وايابا لا تحسب من العمر ابدا. وهناك بعض الشعائر اللي اكد عليها القران الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى الفضيل قال يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قال بلى ابن رسول الله قال يا فضيل أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا طبعا الشعائر منها الطبخ واللطم و كلها مثاب عليها الإنسان لأن الإمام الصادق عليه السلام يقول رحم الله يترحم الإمام الصادق رحم الله من أحيا أمرنا فشاهد الكلام كل الشعائر ان شاء الله مقبوله عند الله سبحانه وتعالى كثره السواد الطبخ توزيع الماء مثلا البكاء على الحسين عليه السلام كله مثاب عليه لكن بعض الامور مثلا الانسان قد يسبب فد مشاكل بالشعائر مثلا قطع الطرق قطع الطرق مثلا بالعزاء العزاء مستحب زين مستحب ومؤكد وفيه ثواب عظيم لكن قطعه للطريق ويؤذي الناس هذا مشكل تسأله تقول ليش أتقل لك يخرب العزم علي. طيب انت هذا مثلا امرأة تحتاج تذهب الى طبيب او رجل جريح مثلا او رجل كبير وقع زين شون المرور كيف المرور هذا جانب الجانب الثاني بعض الشعائر مرات تكون في وقت الاذان وفي وقت الصلاه زين هذا مستحب والصلاة واجبة كيف يقدم المستحب على الواجب؟ أبو ثمام الصيداوي عندما يعني صار وقت الصلاة ذكر الحسين عليه السلام قال حان وقتها قال نعم جعلك الله من الذاكرين فالشعائر لابد الإنسان أن شوية يتأكد بعض الشعائر مرات مر يعني قد يعني يسيء للمعصوم او يسيء مثلا لحبيب او يسيء مثلا لغيره من العينات الموجوده في كربلاء <applause> يعني يصف مولانا السجاد عليه السلام انه انسان نحيف وضعيف في حين هو عملاق او يصف حبيب ابن مظاهر الاسدي بانه انسان كبير بالسن و فشاهد الكلام الشعائر لابد للانسان ان ياتي بها على الوجه الصحيح لان قد لا سمح الله تسيء الى اهل البيت والى العينات الموجوده في كربلاء نسال الله ان يوفقنا واياكم لشعائر يعني لخدمه الشعائر لخدمه اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين بحق محمد وال محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين